ما تشوفوهم كيف يعانون الفلسطينيين؟ من؟ من أتباع الشيطان في العالم. إيش يدور في الصومال؟ من أتباع الشيطان في العالم. إيش يدور في العراق؟ من أتباع الشيطان في العالم. أقول أتباع الشيطان ينفذوا برنامج الشيطان، وهو برنامج القتل والدماء والحروب والفتن والصراع الطبقي والصراع الاعتقادي والصراع الطائفي والصراع العاطفي والصراع السياسي والصراع الاجتماعي. قد يكون هذا الكلام غريب عليكم، اسمعوه وعوه ادركوه وعرفوا أن مستقبلنا قائم عليكم. أما أن تنجحوا وترتفعوا إلى مستوى المسؤولية، تصبحوا جيل يحمل شرف الديانة وشرف الأمانة في الحياة، إذن نحن على خير كبير. ما في إلا على هذه الحالة من حالة الضعف والانهيار، الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على عباده الصالحين.